مرة أخرى مشاهدينا الفضائية الأردنية جوردان سات ومن دبي، ومع تجربة إيجابية، ومع إنسان أثبت وجوده، وإنسان خرج من رحم المعاناة حتى وصل ذروة النجاح. رحبوا معي في هذه الفقرة بالسيد يوسف عكاوي، مدير عام شركة عكاوي للشرطة الهندسية في دبي. أسعد الله وقتك سيدي. يا هلا بكم. يعني قبل اللقاء تحدثنا بعجالة عن تجربة إيجابية، تجربة يعني كانت صعبة في البداية، ولكن من جد وجد كما يقولون. وأنت تملك الطموح والإرادة القوية. دعنا نقدمك للسادة المشاهدين، للعالم أجمع، عن هذه التجربة، عن بداياتك، انطلاقتك العلمية والعملية. من هو السيد يوسف عكاوي؟ تفضل سيدي. يوسف عكاوي انطلق من عائلة من 8 أشخاص مع أب وأم. العائلة هيدي هجروا من فلسطين، وكانوا بين اللاجئين في شمال لبنان. وهناك يوسف عكاوي تلقى علمه في مدارس الأنوروا، وكان الخدمات الحياتية صعبة جدا، لا هاتف ولا كهرباء ولا أي شيء آخر. فكنا نقرأ على ضوء اللوكس أو المصباح حتى نأمن العلم، وهيك نضلنا بحياتنا الدراسية، وانطلقنا إلى أن وصلنا في المراحل الثانوية، والحمد لله قطعنا المرحلة بنجاح. ثم انطلقنا إلى المرحلة التعليمية، كنت أدرس مادة الرياضيات لفترة 2 سنين إلى أن أتيحت الفرصة لإلي، وحصلت على منحة من الهند، ورحت هناك أعمل هندسي. عملت هندسي 5 سنوات وكنت أوكي والحمد لله. رجعت لبنان، رجعت بصعوبة ألاقي مين حد يعمل لي انترفيو، لسبب جاي من الهند، جاي من معلومات عامة ما في أكثر، إلى أن شركة أجنبية إنجليزية لبنانية وافقت تعمل لي انترفيو. ولما عملوا لي انترفيو نجحت منيح، وكانت النتيجة اتفضل استلم شغل. وأول ما بلشت كان على أكبر مشاريع بعمان، مشروعين، وأثبت وجودي بليل نهار متواصل. ثم بقيت بالشركة بمكتب في بيروت ومكتب في لندن، وعملنا حوالي 450 مشروع تحت عنوان شركة تراست كونسلتينج اند تكنيكال سيرفيسز، وكنت أنا المدير والبارتنر. بسبب أحداث لبنان اضطرينا بصعوبة الأعمال انتقلنا إلى الخليج، انتقلنا إلى دبي، وهون بقيت 3 سنوات موظف لأتعرف على السوق، على البلد. بعدين بلشت كاستشاري، فتحنا المكتب
والحمد لله. وانطلقنا تقريبا من المشاريع الكبرى جدا بدبي الى مشاريع مع شركة Consortium of Three Companies CCC عرفتك جردانا و شو اسمه هذاك الثالث نسيته عرفتك جردانا عند دريك هانتكال. حصلنا على مناقصة تلزيم استشارية لأربع فنادق في العقبة ولا زالوا بقيد المراحل النهائية حتى اللحظة. نعم. وهون قدمنا خلال الفترة هذه حوالي 100 مشروع منهم الأغلبية الساحقة بدبي في أبو ظبي ثم في جدة في نيجيريا في العراق والحمد لله. نعم. هذا مختصر إيجاد بإيجاز عن نشاطنا الفني بالحياة الهندسية. يعني أوجزت هذه التجربة بدقائق لكنها أخذت من عمرك الكثير والكثير. عمرت جدا كثير. نعم. يعني أبرز المشاريع التي أنجزتموها على أرض الواقع في الإمارات تحديدا. في الإمارات تحديدا أنجزنا مشاريع عديدة من أبرزها Emirates Flight Catering Project for Firefighting System. نعم. في دبي. من مشاريع في ثلاث مشاريع بأبو ظبي ثلاث أبراج واحد منهم إيتان تاور. نعم. Around 56 towers والثاني 2 other towers منهم 33 towers كانوا. Our activities are in the MEP Mechanical and Electrical. نعم. Works. ثم أنجزنا في دبي مشاريع عديدة أبراج سكنية أبراج تعليمية ومعظمها موجود بالكومباني بروفايل للشركة. مع اشتغلنا مع حوالي 7 مشاريع مع شركة الفارعة العقارية في جميرة فيليج سيركل كما تشوف على اللوحة الأبراج وراكو هون وبرا. ثم نحن الاستشاريين لديستريت كولينج إميكول معظم مشاريعهم على البنى التحتية بالتكييف ولحد الآن موجودين بالإطار هيدا معظم مشاريعهم. ثم اشتغلنا مشاريع عديدة مجمع سكني كبير لنيجيريا من هون طلقنا قصور في جدي طلقنا من هون فنادق بالعراق طلقنا من هون يعني من دبي. نحن بالسعودية طلقنا من معامل نحن انترناشنال كومباني we recruit manpower as per the need of the projects وبناء عليه والحمد لله وصنفنا من الافضل الاستشاريين الحمد لله في دبي الحمد لله. وهذا اللي بقدر اقوله. تستاهل تستاهل كل خير سيد يوسف. يعني اكيد يعني النجاح في اي مكان يعني هناك عوامل تساعد على هذا النجاح اكيد. يعني دولة الامارات يعني قدمت الكثير من التسهيلات 100% يعني وكان لها الفضل في كثير من انجاح من بعض المستثمرين وتحقيق طموحهم على ارض الواقع. عن هذا الموضوع ماذا يتحدث السيد يوسف عكاوي الذي دائما لا ينكر الفضل؟
حياتي العملية الفعلية بشهرتي انطلقتها بدبي. هذا واقع. فهون بين العقول الهندسية على أرض دبي استطعنا إثبات وجودنا كشركة للتصاميم وخاصة في مجال الميكانيك تكييف الهواء والصحية والحريق. هاي المجالات أبدعنا في أكثر من 60 مشروع بدبي لوحدها. حلو. أوكي. ثم خارج دبي عملنا كثير في أبو ظبي، عملنا بعض المشاريع في الراك، شو اسمه، راس الخيمة. نعم. يعني اللي بدي افهم من السيد يوسف، يعني اكيد طبعا يعني هذه النجاحات وهذه المشاريع التي تحققت من خلال المكتب الهندسي العكاوي اكيد يعني هي جاءت بطبعا خبرات كبيره جدا. كان اسم الشركه اساسا انطلقنا من بيروت. من بيروت باسم تراست تكنيكال سيرفيسز. حلو. سنة 1970 وهناك كنت أنا رئيس المهندسين، وكنا طاقم حوالي 40 مهندس، واشتغلنا على أكبر مستشفيات الخليج من بيروت. ثم وكان عندنا شركة فرع تبعها في لندن، ثم في ميدن هيد عندنا فروع حوالي 30 موظف انجليزي معنا، وكنا فروع بكل الخليج، وكنت انا تشيف ميكانيكال انجينير على كل الفروع. وانطلقنا بالمسيرة باسم كبير من بيروت، ثم حولنا الاسم من تراست تكنيكال سيرفيسز الى تراست كونسلتنج اند تكنيكال سيرفيسز. وبعدين هناك اشتغلنا مشاريع عديده في لبنان وللبنان ولخارج لبنان، بالذات للخليج. ب 2003 اجينا على الخليج وطلقنا بمسيرة عملنا، نكمل اللي ابتدأنا فيه في بيروت. التوفيق إن شاء الله سيدي. الحمد لله. يعني أكيد يعني نعمة الأمن والأمان هي طبعا في مقدمة كل شيء. صح. فأكيد هذه النعمة وهذه الدولة التي تنعم بهذه النعمة أيضا لها دور إيجابي في هذا الموضوع. يعني كيف تطلعون للمستقبل؟ أنا أرى مستقبل مزدهر جدا ورائع جدا، خاصة بالإكسبو 2020 القادم لدبي اللي بيعطي الأمجاد والازدهار والقمة لدبي بالإمارات. وأرى أشغالنا في تحسن دائم متواصل، والحمد لله. الحمد لله. طبعا يعني اكيد يعني لا نريد ان نغفل عن الجانب الشخصي من حياه السيد يوسف عكاوي. تعال نتحدث عن ابنائك. الجانب الشخصي، انا تزوجت في 1979، متاهل، عندي 5 اولاد، 3 ذكور ما شاء الله واثنين بنات. الذكور اثنين منهم مهندسين ميكانيك وحاليا باستراليا. الله يخليك. واحد منهم صغير كان متنفذ جدا في الامارات بالهندسه، وكان اريا مانجر بشركه زامل، وحقق انجازات ضخمه جدا على مستوى الكفاءه.
ومن شان الجنسية طلع على أستراليا وطلب منه برجاء حار إنه يعود لنفس الشركة ومستقبل معطيات جديدة مقابل يرضى يرجع. الثاني اشتغل بهندسة ميكانيك، اشتغل هون وثم انطلق في أستراليا وحاليا أسترالي. الثالث بالبي آر يشتغل هون وبطريقه إلى كندا، والهدف بالنتيجة الطموح والنجاح. نعم. أما البنات واحد منهم ب بنك الشارقة متنفذ منيحة، والثاني بعتقد ببي ام تركي، مش بس اريا مانجر، ريجنال مانجر ميدل ايست الى اخره بمجال الاعمال. نعم. والحمد لله الكل كل اولادي استطعت اعمل لهم تعليم الجامعي بالجامعة الأمريكية في بيروت من مجهودي الهندسي اللي اشتغلته بدون أي رصيد سابق. حلو. من تعبي. الله يطول عمرك. وأنحت الصخر لأكون العيلة ثم المستقبل. الله يعطيك الصحة وطول عمرك. يعني سيد يوسف أكيد أنت يعني عشت مرحلة الطفولة والشباب، ويعني يعني كان هناك لك يعني نقلات نوعية في الحياة، تجربة تكونت لديك الفكرة والحكمة والإرادة. هناك الكثير من الشباب يعني للأسف نجدهم يعني الطموح محدود. رسالة من إنسان رجل أعمال مهندس وأب، رسالة للشباب. أنا أتكلم للمهندسين بصفة خاصة والشباب بصورة عامة. نعم. صديقك هو الكتاب. إذا بعدت عن الكتاب بعدت عن العلم. صحيح. إذن صعوبة لتكفي الكارير بنجاح لحياتك. بدك تنجح بدك تعتبر حالك باستمرار تلميذ في الحياة. صحيح. تلميذ تتعلم بالنشاط الواسع بالأفق الواسع بالحياة، ومن يقول عكس ذلك لا يكتب له النجاح. أحسنت. هذا ما أقول للشباب، فحافظوا على الكتاب أكبر رفيق لإلكم. نعم. لمستقبل حياتكم. نعم. هو الكتاب طبعا الكتاب الشامل لكل شيء يعني. الكتاب بفروع عن تخصصك. نعم. إذا تخصصك الهندسي كتاب الهندسي ثم الثقافة العامة. إذا إحنا احتوينا العلم في هذا الكتاب. الكتاب هو احتواء للعلم. بالضبط. في كل التخصصات. في كل التخصصات. نعم. فما اللي بيبعد عن مطالعة الكتاب يعني بيبقى أفقه محدود، ما في تقدم. صحيح أكيد. يعني سيد يوسف أكيد يعني تحدثت في عدة مجالات وتحدثنا في عدة أشياء جدا، نجاحات تلو نجاحات نجاحات نجاحات، لكن يعني كيف ترى يعني الآن وفي ظل هذه الأجواء التي تعيشها المنطقة في دول العالم، وأكيد هناك يعني نظرة مستقبلية من السيد يوسف عكاوي أن يكون لديه أفق خارج الإمارات مثلا، أو أنك مثلا ظلك موجود في الإمارات، شو عندك هيك تفكير معين او في عندك يعني هل نستطيع ان نقول انك قد حققت نجاحاتك، او هل انت قد حققت الحلم الذي كنت تصبو اليه؟ انا مقتنع بالحقاته وراضي عن الحقاته. واتمنى المستقبل الزاهر لاولادي يقتنعوا باللي عم بحايه. انا
بعمر اليوم حوالي 70 سنة. العمر كله يا سيدي. لم أبعد عن الكتاب يوم واحد. فأنا باستمرار أشرب وآكل من العلم حسب طلبات العمل. فعندي مشروع ما بكتفي شو في بعقلي شو في بذهني، بل شو ممكن أجدد بالعلم، شو ممكن أقدم أكثر update myself in the technology to ensure that the best I can offer to the project. Yes. أكيد يعني دائما هذه الدولة، دولة الإمارات العربية المتحدة، بكل إمارات هناك الكثير من المستثمرين الذين التقينا معهم وكان لهم دور إيجابي في إحداث نقلة نوعية من مكانهم في كل المجالات وفي كل الأصعدة. أكيد هذه الدولة يرعاها الحكام الذين يعني دائما وأبدا قدموا الكثير. صح. من أجل الله بعمرهم. ماذا توجه كلمة لحاكم على هذه الدولة؟ ماذا توجه رسالة لهؤلاء الأشخاص الذين يعني صدقا وهبوا الكثير من جهدهم ووقتهم في توفير كل ما يحتاجه الإنسان؟ أنا جيت الإمارات لجزيرة داس بسنة 1984 وزرت دبي 1985، ثم اجيت الامارات بال 2003. الفارق الشاسع، التقدم الهائل بهالمرحلة كلها بفوق تصور العقل، وهذا بفضل الحكام الامارات، بفضل السياسة الحكيمة والرشيدة اللي طلعوا دائما الى الاول، الى المنصب الاول. تقدم، لا تقبل غير الاول اذا كان فيك. نعم. وهاي الانجازات هي اللي ماشي والحافز للاشخاص. نعم. والحمد لله نحن ماشيين على الخطى، نستلهم من دعمهم وسياستهم. يعني الحديث معك له شجون، لكن وقت البرنامج دهمنا. يعني الحديث صدقا رائع جدا. الإنسان المحترم، الإنسان صاحب التجربة الإيجابية الذي عاش طفولته وكان لديه أحلام كبيرة جدا، حقق نجاحات كبيرة. أيضا هناك أبناء ساروا على نفس النهج وحققوا الطموحات. نتمنى لك التوفيق سيد يوسف عكاوي، مدير عام شركة عكاوي للإستشارات الهندسية في دبي. أتمنى لك مزيد من النجاح وإلى الأمام سيدي. شكرا. شكرا سيدي. شكرا. شكرا.